تحية النجمة الذهبية نوال الزغبي. حفل ناجح في مهرجانات حصبية يوم السبت 4 أغسطس 2018. النجمة الذهبية قدمت عدد كبير من أشهر أغنياتها، وكان تفاعل الجماهير ملفتا مع فرقتها الغنائية. ضمن فلك الحفلات أيضا ستحيي نوال حفلة في مهرجان الشياح، وذلك يوم السبت المصادف 11/8/2018. من جانب آخر، حقق كليب نوال الزغبي قالوا أكثر من 1,448,000 مشاهدة على موقع يوتيوب.